خدم ظهر العنصريه داخل المجتمع، خاطر انا عارف بلي دائما وابدا وقيض المرض العضال يساعد المجتمعات الدنيا مره كبير، ولكن العنصريه تصفي داخل المجتمعات وتجزرها. اما ذاك الذي نسيم ضارومي هذا نسيم ضارب هذا نسيم ضخبيه هذا نسيم دوحي الهند مع الكلاف ذات مثنيش، انما المؤمنون اخوه غصب هذاك الا ماشي نسيم وتخدم ظهر للراسيزم يقال لك يس خاطر ولاش الراسيزم ديال الاسلام. وان نتر الايه قد يدل سوره التوبه وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغهم امانه ذلك بانهم قوم لا يعلمون. ما يروح دار غورك طفيت غصب شي دين شي طفيت غير غورك هذه شي شد الناس الى ربي نص هضر اخطر وينك من هذا القوم وزرينا سعي ميك شي ما هذا في ضرب بين شهر لا اله الا محمد رسول الله غفوف وسيك يفنشي دي شرقي تش حاجه ماذا قال يا اكا لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولكن شي ما ذاك نخدم سعي فنسيت تاكين العنصريه اما ذاك لا غير اللون قوتم اما ذاك قال الولايه الولايه اما الشرق والغرب دي حرام دي حرام دي حرام ولي الجزرة. اما دخل تدرت دي ثقر تدرت صيد اما ذاك لا غير ثوا شويه لا غنتبع المجرمين يقروحنا جان خان اذرو منا اكد اذرو مكا واذا البعيد غنجر بيجي مني كي راخذ مني روح مرانوك واذا في تبعان هاد الجغرانية السن غا جهنم. يخاض الرسول صلى الله عليه وسلم من دعا بدعوى الجاهليه فانه من جثي جهنم. من ياخذ من العنصري من جثي جهنم. نسى رسول الله غاش يزول غاش يزول اني سواء صلى وصام وزعم انه مسلم اما يزول اما يزول اما يدعي مانيش دين سيدي. العام ليش كراتي كريسه مره كريسه يروح.